ثم أنقل كلمة لأخي ياسين ولعله يوجه لنا مثل ما وجه لنا. ممكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أستاذنا أخينا سيدي حمزة خالدي حفظه الله ونفعه ونفع به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم بالتوفيق والسداد. وهو كما ذكر سيدي حمزة الله يجزيه الخير يعني ما ذكرني بقول الله عز وجل وهو يحكي لنا عن أهل الجنة وذكر من الأمور التي ذكرها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قضية بعض نعيم الجنة هو نزع الغل من الصوم. هو في حد ذاته لو لم يكن نعيما من الجنة لما ذكر الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدوره من غل إخوانا على صدور المتقابلين. فكان هذه القضية إخوانا على صدور المتقابلين كذلك تمرين مقتضي ونزعنا ما في صدوره من غل بمعنى أن نزع الغل من الصدور إذا كان نعيما من نعيم الجنة فحري بالمؤمنين أن يتعجل بعض هذا النعيم في الدنيا وأن يجتهد في نزع الغل من صدره على إخوانه. فكأنك يعني تعيش جزءا من نعيم الجنة تعيشه في الدنيا سبحان الله العظيم. يعني هذا من الأمور اللي كل من جربها ذاق حلاوتها ملي كتصفي صدرك وكتسلم قلبك على خوت. كما في الحديث اللي ديال النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة والنهار الأول والثاني والثالث كيدخل نفس الرجل وعليه نفس العلامات اللي كيذكرها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. الصحابة يعني فما وجه أن كل الصالحين ما كيخليش فرصة اللي فيها واحد الخير إلا ويجتهد في الإتيان به. فمن اللي قال لهم عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يعني هذا السيد قد وجبت له الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شنو خصنا ندير؟ شنو كيدير هذا السيد؟ كيشدو عاد كنصلح السيد ما كيعرفوش ما عارفش عليه شي حاجة نخرج معها نجيبها. فمشى عند الراجل واختار واحد العضو قال لي عندي مشكل مع الوليد وكذا الى اخره واش ممكن تضيفني على عادة اهل الكرم واهل الخير اللي تعيشين بها المغاربه الى زمن قريب غادي يقول ضيف الله تدخل يقول طرب ضيف الله كيضيفوا ثلاث ايام ويقدر يمشي السيد وهو لا يعلم واحد اسمه. لكن هذا حق المسلم على المسلم ما تيأدي. لكن المهم بالذات لازمنا نطلب الله يختم لكم الصالحات. فمشى عنده فضايفه قال الاول الثاني الثالث شي واحد بس يقدر هذا في الشارع غنشوفوا العبادات ديالو غنشوفوا المعاملات ديالو في البيع والشراء غنشوفوا في الصلاه. لكن ربما عنده شي حاجه في الدار تيديرها شي قيام من هواش شي صداق فوجد ان الرجل لا يعني ياكل كما ياكل الناس تيدخل النهار ومراسله العشاء بحالو بحال الناس كيمشي تكاين عاش بحالو بحال الناس انت ملي داخل حاضر راه ما يديكش النعاس تبقى كارم عندي جدار فاق ما فاق حتى كيبقى لي ذاك البركه اللي ولينا حنا كنشوفوها راه شي حاجه زعما كبيره زعما راه فقت حتى واحد الساعه قبل ما كتبان اللي كيديرها وهذا حتى لو ولادنا في الداخل في القيام اللي من الريح كنقول واش نسى الناس انت راه كان عندهم عادي كانوا كيخبيو غير كنيسى على شي ارمله ولا ماشي راه كان عندهم عادي كيولي لعبت فقتها ودلو جر. المهم ما علينا الله يخلي الحاله بالسواس. فالسيد يعني نهار الثالث قال لي شوف اللي كان في القضيه ما كاين لا ملاحات مع والدي ولا شي حاجه خاص ثلاث ايام طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كون يدخل يقول عليكم انا رجل من اهل الجنه فاستمروا ونفس العلامه عندك. فقلت لي جيت بغيت نعرف شنو كدير ربما كدير شي حاجه في الخفاء نحن لا نعلمها. قلت له والله يا ابن اخي ليس الا ما رايت. فانصرف عن الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو يضرب اخبار من الاسلام. يعني صافي ربما هذه مساله اختيار رباني مع التعلق بالرحمن يا ربي انا نبقى دابا الدعاء ونشوف الخبر على الاسلام. ثم ناداه الرجل اللي يرجع يا ابن اخي جاء قال والله ليس الا ما رايت الا وهذه اللي ممكنش تشوفها كيش الله يسلمك قال لي إلا أنني لا أبيت ليلة في صدر شيء على مسلم. هذا سلامة القلب ونزع الغل من الصدر. راه السيد راه يعيش حلاوتها في الدنيا ابتداء راه الذي وسط الناس هو في الجنة فوجدت له بأنجل. فما أحرى
وما أحوجنا في الزمن هذا اللي يعني أطنار ديال الفساد تضرب حيث يراها القاسي قبل الدان. شحال هذيك المسجد العلماء باش تقول لك إذا أقبلت الفتنة لن يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت رآها كل الناس. دابا وصلنا لواحد الزمن ديال الفتن ما بقاش كتخبى حتى يراها العلماء. أدبر القاس يعني شي حاجة كتسنى من العالم يقول لك راه شوفوا الجنسي مثلا راه انتكاس للفطرة. هذا راه صار يراه الحيوانات صار يراها. وفي هذا الوسط هذا وفي هذا الزمن اللي انتفخ فيه الباطل بهذه الدرجة أنه صار يستقوي، كان ذلك واحد الشباب المصري داروا ديك المبادرة ديال المناهضة لمبادرة الشذوذ الفطرة. مبادرة فطرة مش عارف وصلنا من هنا. مبادرة فطرة ملي فتحوا لها الصفحة في الفيسبوك ظرف وجيز في شي يومين ولا ثلاث أيام بلغت شي 2 مليون ديال المنخرطين في الصفحة. يعني الناس يعني فطرتها نادتها فعادت الى الاصل. ضربوا الصفحه وسدوها، سدات الاداره الفيسبوك. وجميع الصفحات الاحتياطيه كلها تبع الفيسبوك وحده وحده كلها يوم. وفي هذا الوسط هذا اللي احنا فيه يعني عيب وعار ان اهل الخير واهل الفضل اللي هم اصلا قله اننا نلقاو يعني عندنا شيء يعني عداوات مجانيه ان صح التعبير. والنبي عليه الصلاه والسلام اللي كانت ولات تشوف خروج الشيطان كان باقي ناقل شي وحدين اللي ما كيعجبوش ديك الخال ديال حتى رجلو ولا في الصدر. كان ممكن يقول لك اودي ما تحبش رجلك على رجلي وسالينا، وكيقول لك كيبدا يتمقلع كيقول لك وانت كنقول باش كيكون الشيطان من بين رجلينا والشيطان احلى وهاد الخول اللي بين رجلينا الوسط بينه وبين رجلي انا كنقول لها فلان راه النبي عليه الصلاه والسلام وصاح حتى لا تختلف القلوب. اما انت الشيطان يجري منك مجرى الدم ما يحتاجش يدوز بين رجلين، دخلت مع العذر. هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان توصيه باش ما يتخالفش القلوب. وهذيك التوطئه ديال اقامه الصفوف انما هي توطئه وتقديم لاقامه القلوب سرير الله عز وجل. فهذيك القلوب باش تصفى وباش تقال بهذيك المعاونه بهذاك الخير بهذيك السلامه الصدور باش الامور تقدر انها تمشي الدعوه تمشي لقدام. كي قالت لي حمزه عبد الله ان باش حتى ترى اثرها في الواقع اللي انت عايش فيه بعدا اول حاجه خص يكون لها صدى عند الله عز وجل قبله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على الشريف عندكم النبي عليه الصلاه والسلام ملي كان خارج ليخبر الصحابه بالتوقيت المحكم لليله القدر. شنو اللي خلى ان امسيها ورفعت؟ خصام ملاحات ما بين جوج ديال الصحابه. وهذو راه ماشي كان وصول شي كلام خيب ولا سباب ولا قطيعه عامنا غرين كي كنقولوا حنا. النبي عليه الصلاه والسلام دخل رفع توقيت ديال ليله القدر بحكمه يعلمها الله. المهم يعني ليله القدر ترفعات يعني ترفع التوقيت ديال تحديد التوقيت ديالها ترفع بسبب ملاحات شخصين من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حنا ملي كنقولوا ثلاث جمعه عظيمه شحال ديال الخير كيترفع وكيفاش بغينا الاثر ديال الدعوه يكون في الناس وكيفاش وكيفاش وكيفاش. نطلب الله عز وجل يصلح احوالنا في قالب الحب والوفاء. وهذه القضيه ديال التسابق فيما بيننا يعني شوف راه ما يمكنش نلقاو عذر بين يدي الله عز وجل اللي نقولوا سيدي ربي راه بسبب هذه ولا بسبب هذه هذاك الشيء ما كناش كنطلقها. راه والله ليس لنا عذر بين يدي الله عز وجل. واحد يقلب كيفاش ينتف من الوقت 3 سنين الوقت تيجي واخر ما يجي. واحد ينتف من هذاك الوقت ديالو زور خوتو تواصل معاهم بيناتهم الا كاين شي بركه مثلا ديال النصح الا كاين شي بركه ديال المحبه يعني بعد ما راه انك تمشي من منطقه لمنطقه وتزور خوك غير تلاقى معاه تشوفو حتى اذا كان شيء من الجديد في العلاقات تسبب فيه اهل الروغان والثعالي ودوك الشياطين الانس والجن دخلوا في الطريق وصوبوا شويه ذاك الجليد يعني شوف فوق ديك المحبه تذيبه وكتعاود تقاد العلاقه وكتسدهم كتسد الطريق على الشيء. ونسال الله عز وجل متقبلا منا ومنكم ووفقنا ويكون ما يحبه ويرضاه ويجعل هذه الكلمات هذه يجعلها سببا لثباتنا نحن وسببا لهدايه غيرنا. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. Je vous remercie.